ان شاء الله الى كان هذا القرار الانسحاب يخدم الكره الجزائريه وان شاء الله حنا نرحبوا به ونتمنى ان شاء الله من النوفو بريزيدون كو سوا سادي ولا لي جون اللي معاه ان شاء الله يطوروا ويخدموا الكره الجزائريه نظن يبروفيتو في هذا لو مومون ناجح. العاب البحر الابيض المتوسط ناجحه، الالعاب العربيه ناجحه، ما كان احنا بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على رسول الله. علينا نجبدوا على فريق الوطني اللي انسحبت باسكو يا دي كوليس، انا على حسب اللي نعرف انا يا دي كوليس، و اون ميم طون تانيك حنا بور الجيري على الفيدرالية اللي ما كانتش كاينه، ودوك راهي كاينه فيدرالية اللي هاد الفيدرالية اللي غادي اللي قيموهم اللي داروهم في الميدان. راهي نظمت كي يقولوا لي جو ميديتيرانيا وكانوا ناجحين في هذه. انا والله تفاجات لما سمعت باللي الجزائر انسحبت من هذه، ما جني اوكين ايدي، وحنا نتمنوا ان شاء الله للمستقبل ان شاء الله الفيدرالية يخدموا اليد في اليد والجزائر كلها يخدموا الفريق الوطني هذا اللي عزيز علينا ويخدموا ان شاء الله للمستقبل تاعنا وتكون الرياضه تاعنا في مستوى العالمي ان شاء الله.